السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس اليوم اللي غنتعرفوا فيه على 25 عبارة من أهم العبارات التي تساعد على التحدث باللغة الفرنسية بسرعة، وأيضا هذه العبارات كنستعملوهم في الحياة اليومية بكثرة. فلنبدأ على بركة الله. العبارة الأولى اللي عندنا هي لا داعي. إلا بغيت نقول بالفرنسية لا داعي هي pas la peine. Pas la peine. تنقولو pas la peine. العبارة الثانية مهما يكن أو أيا كان. بالفرنسية نقول quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. كنقولو quoi que ce soit. مهما يكن أو أيا كان. العبارة الموالية عاجلا أم آجلا. فإذا بغيت نقول عاجلا أم آجلا باللغة الفرنسية هي تو أو تار. تو أو تار. تو أو تار. فانتبهوا بالنسبة للتو كنكتبوها بالدي في آخر الكلمة ولكن ما كنطقوهاش، أو تار أيضا كنكتبوها بالدي في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. تو أو تار كتعني عاجلا أم آجلا. فإلا وقع شي حادث وبغيت نقول هذا يحصل أو كيف كنقولوا هاد الشي كيوقع، فبالفرنسية هي ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. كنقولوا ça arrive يعني هذا يحصل. والآن إلا بغيت نقول شي شخص سأفعل كل ما بوسعي للمجيء أو سأبذل قصارى جهدي للمجيء فهي je vais faire tout mon possible pour venir. Je vais faire tout mon possible pour venir. Je vais faire tout mon possible pour venir. Alors, je vais faire, يسأفعل أو سأبذل tout mon possible, كل ما بوسعي أو قصارى جهدي pour venir للمجيء أو لكي آتي. Je vais faire tout mon possible pour venir. سأفعل كل ما بوسعي للمجيء أو سأبذل قصارى جهدي لكي آتي. العبارة الموالية دعني وشأني. فإلا بغيت نقول دعني وشأني بالفرنسية هي fiche moi la paix. Fiche moi la paix. Fiche moi la paix. فهي دعني وشأني أو ابتعد عني. Fiche moi la paix. هذا يطمئنني. فإلا بغيت نقول هذا يطمئنني فهي ça me rassure. Ça me rassure. Ça هذا me rassure يطمئنني. دونك هاد me كترجع عليا انا دونك يطمئنني انا. دونك ça me rassure. العبارة الموالية لنذهب إلى مكان آخر. فإلا بغيت نقول لشي شخص لنذهب إلى مكان آخر فغنقول له allons ailleurs. Allons ailleurs. Allons ailleurs. Allons ailleurs. فانتبهوا بالنسبة لأيور كنكتبوها بأس في آخر الكلمة ولكن ما كنطقوهاش. Allons ailleurs. العبارة الموالية سأبقى بجانبك فهي je resterai à tes côtés. Je resterai à tes côtés. Donc, je resterai, le verbe rester, صرفناه في الفيتور, donc مستقبل. Je resterai, سأبقى, à tes côtés, بجانبك. À tes côtés, كتعني, بجانبك. Je resterai à tes côtés. سأبقى, بجانبك. لقد وعدتني. لقد وعدتني هي. Tu m'as promis. Tu m'as promis. فهنا, promis, كنكتبوها بأس, آخر الكلمة, ولكن, لا تنطق. دونك لقد وعدتني هي tu m'as promis. العبارة الموالية هي على حسب. فإلا بغيت نقول لشي شخص على حسب فهي ça dépend. Ça dépend. فكنقول ça dépend. Ça dépend هي على حسب. فهنا أيضا ça dépend كنكتبوها بالدي في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. Ça dépend. لا ننطق الدي في آخر الكلمة. إلا بغيت نقول الآن لقد فات الأوان. لقد فات الأوان هي c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. دونك لقد فات الأوان. بالنسبة لترو كنكتبوها بالتي في آخر الكلمة ميم سي ما كنطقوهاش ولكن كنكتبوها،
وايضا تا كنكتبوها بالدي في اخر الكلمه ميم سي ما كنطقوهاش دونك كنقولوا سي ترو تار انا اعتمد عليك فالا بغيت نقول شي شخص بالفرنسيه انا اعتمد عليك فهي je compte sur toi je compte sur toi je compte sur toi je compte sur toi donc je compte هي اعتمد sur toi عليك donc je compte sur toi انا اعتمد عليك ليس نفس الشيء فإذا بغيت نقول ليس نفس الشيء أو إنه مختلف فهي c'est pas pareil c'est pas pareil ف pareil c'est pareil يعني نفس الشيء أو مثله ف c'est pareil هي نفس الشيء و c'est pas pareil هي ليس نفس الشيء أو مختلف يعني شيئين مختلفين غنقول عليهم c'est pas pareil فانتبهوا بالنسبة لباري في آخر الكلمة كنكتبوها بأل ولكن ما كنطقوهاش كنقولو باري سي با باري العبارة الموالية على أي حال فهي دو توت فاسون دو توت فاسون دو توت فاسون أو على أي حال بلا شك هي سون دوت سون دوت بلا شك سون دوت فلو دوت هو الشك وسون دوت هي بلا شك الان الا بغيت نقول على الرغم او حتى لو فهي ميم سي ميم سي هي على الرغم او حتى لو ميم سي ميم سي فالان الا بغيت نقول على الاطلاق او بتاتا او بالمره او ليس كذلك فهي با دو تو pas du tout pas du tout قلنا هي على الاطلاق او ليس كذلك او بالمره او بتاتا فهي pas du tout pas du tout فبالنسبه لتو فكنكتبوها بالتي في اخر الكلمه pas du tout الان الا بغيت نقول لدي عائق او لدي مانع فهي j'ai un empêchement j'ai un empêchement j'ai un empêchement فمثلا الى شي شخص قال لي tu veux venir le soir يعني هل ستاتي في المساء فغنقول له non j'ai un empêchement يعني لدي عائق او لدي مانع الان الى بغيت نقول يجب عليك ان تاتي يجب عليك ان تاتي فهي il faut que tu viennes il faut que tu viennes il faut يجب عليك que tu viennes ان تاتي il faut que tu viennes واذا بغيت نقول اذا استمريت على هذا النحو ستذهب بعيدا فهي si tu continues comme ça tu iras loin si tu continues comme ça tu iras loin si tu continues comme ça tu iras loin alors si هي اذا tu continues كتعني استمريت اذا استمريت او اذا واصلت comme ça على هذا النحو tu iras ستذهب بعيدا هي loin loin هي بعيدا si tu continues comme ça اذا استمريت او اذا واصلت على هذا النحو tu iras loin ستذهب بعيدا لديك الحظ فإذا بغيت نقول شي شخص لديك الحظ فهي tu as de la chance tu as de la chance tu as de la chance فيما بعد هي ultérieurement 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 كتعني فيما بعد او في وقت لاحق فيما بعد او في وقت لاحق ultérieurement بالضبط هي justement justement بالضبط justement الان لا بغيت نقول شخص انتظر لحظه بالفرنسيه فهي attends un moment attends un moment attend le verbe attendre attend يعني انتظر un moment لحظه وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه تعرفنا فيها على عبارات تستعمل بكثره في الحياه اليوميه وايضا غتساعدكم في التحدث او التكلم باللغه الفرنسيه فاذا عجبكم الدرس ما تنساوش تخليو لايك او جيم في هذا كيشجعني وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله